بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا لتفتيح البشره 5 درجات. مش بس كده، دي كمان هتوحد لون البشره، لو عندك تصبغات او كلف في البشره هتتشال، كمان ممكن تستخدميها للرقبه ولايديكي. بجد الوصفه تحفه يا بنات، وهتوحد لون البشره زي ما قلت، ده غير ان هي كمان هتشد البشره وهتعالج التجاعيد، لو عندك خطوط رفيعه هتختفي، بس داومي عليها. يلا بينا نبدا ونشوف اول مكون معايا النهارده. اول مكون يا بنات هيكون معايا الحنه البيضه، طبعا بتجيبيها من عند العطار، متوفره عند كل العطارين، يعني مش هتتعبي عقبال ما تجيبيها. هاخد منها كده معلقه، ده بيبقى لونها. الحنه البيضه دي يا بنات بتفتح البشره تفتيح رهيب، وكمان بتخلصك من التصبغات والكلف، وكمان بتشد البشره وبتعالج التجاعيد، لو عندك اي تجاعيد في بشرتك هتتشال، وكمان بترطب البشره. حلوه جدا، ومن الحاجات الحلوه جدا المفيده جدا لتفتيح البشره. المكون اللي معايا بعد كده يا بنات هيكون معلقه من الشاي الاخضر، لو عندك الباكت بقى بحطي باكت، ما عندكيش حطي معلقه صغيره. الشاي الاخضر ده فظيع في التفتيح وتقشير البشره وتنظيفها بعمق، ده غير ان هو كمان يا بنات بيبيض وبيشد البشره، وبتحسي كده ان بشرتك نضفت اتنورت بعد ما تستخدمي عليها الشاي الاخضر. بعد كده هجيب بقى لبن حليب او لبن سايل على حسب بقى القوام بتاع الماسك بتاعي. ادي معلقه كده، 2 3، هقلبهم لحد ما اخد كده قوام اقدر افرده على بشرتي. هقلبهم كويس جدا مع بعض. خلاص يا بنات انا قلبتهم، لما وصلنا للقوام الكريمي الحلو ده، بعد كده هضيف لهم بقى ايه، عندي زيت لوز حلو هحطه عليها، عندي زيت ورد احطه، عندي زيت زيتون. الزيت المتوفر عندك وحلو وبشرتك بتحبه حطيه على طول. انا هحط النهارده زيت لوز حلو، هاخد منه كده حوالي نص معلقه زي ما احنا شايفين كده، وهقلب كده المكونات مع بعض. الزيت اللوز الحلو ده يا بنات رهيب في التفتيح، مش كده وبس، بيشد البشرة وخفيف جدا على البشرة، ومن الزيوت اللي انا بحب بجد احطها على بشرتي. خلاص يا بنات الوصفة دي رهيبة بجد، هتدعيلي بعد ما تستخدميها. هنستخدمها ازاي؟ كل يوم كده قبل ما تنامي تقومي تعملي الوصفة دي، تغسلي بشرتك كويس جدا وتنشفيها، وهتفرديها على رقبتك وبشرتك والوجه والكمان ايديكي، وتسيبيها حوالي 20 دقيقة. اول ما تحطها تبدأ تنشف معاكي وتشد في البشرة، بعد كده بقى تفركيها وتشطفي بشرتك بميه فاتره، وبعدين بميه دافيه على طول، اسفه، بميه دافيه وبعد ميه فاتره، وبعد كده بميه بارده، وبعد كده على طول مكعبات البرد مكعبات التلج بتمشيها على البشره، وبعد كده بترطبي بشرتك باي كريم مرطب عندك. بنستخدمها كم مره في الاسبوع؟ بنستخدمها مرتين في الاسبوع من اول استخدام، والله العظيم هتحسي بفرق رهيب. دي حاجه. تاني حاجه، استخدميها لمده شهر وشوفي النتيجه هتبقى ايه، وادعي لي كده دعوه حلوه، وكمان سيبي لي رايك في الكومنتات. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشيريه لكل صحباتك، ولو كنت اول مره تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.